ومن يقول علينا الصبر، صبرنا 5 سنوات، كم يصبر الإنسان؟ للتعبير عن الاحتجاج الكبير بتدني الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، بدأت بالإدارة الفاشلة لملف الخبز من قبل المجلس المحلي، استمرت عن طريق أيضا الجفاف المياه والآبار الموجودة بالمحيط في مدينة الباب، وأزمة المياه ما زالت مستمرة ومدينة الباب ما زالت عطشة. شركة الكهرباء الاحتكارية وتسلطها على المواطنين وفرض رأيها بالقوة وبالإجبار على الناس بأسعار تزيد تقريبا 3 أضعاف عن السعر القديم، أيضا عدم نشر العقد الموقع بين الشركة وبين المجلس المحلي. نسقط الاحتكار، يسقط الاحتكار، يسقط الاحتكار. بكل كلمة، نحن مستمرون في هذه الثورة لإسقاط الفساد، كما قمنا بهذه الثورة لإنهاء حقبة الأسد الكافر الظالم الطاغية. اليوم المواطن ما عنده عمل لحتى يأمن حق ربطة الخبز، إن كان حق ليرة أو كان حق ليرتين، إن كان حق نص ليرة ما راح يحسن يأمن، لأني ليش؟ لأني ما في عمل. وليسمع إخواننا في المجلس المحلي وفي الحكومة التركية، من غير المعقول أن يخرج الرجل والمرأة والطفل يقف في انتظار الخبز 2 أو 3 ساعات، من غير المعقول أبدا بعد 5 سنوات من تحرير البلد، هذا لا نرضى به. لا تحسبني بسعر تركيا، أنا ما بنحسب أبدا بسعر تركيا. نحن لا نقاس، نحن في سجن كبير، وهذا الأمر لازم يأخذوه بعين الاعتبار. اليوم الشعب من 40 إلى 50 ليرة يوميته ما بتوفي معيشته، ما بتوفي لا حق ماي ولا حق كهرباء ولا حق غاز. يا شيخ تكرونا يا ما غيره هالسعر. علينا تعيش، يعني بدك تعيش الفساد، بدك تعيش الفوضى. انت صوتك كمواطن وصوتك كشعب بده يكون مغير. الشرفاء موجودين اما في السجون.